يقول ابن كخان مبدأ الجوابي يبدي بذكر الواحد الوهابي يبدي بذكره لا إله غيره رب العباد ميشي السحابي بمناسبة عيد الاستغلال لابتدي ألعب على المعنى بقاف صوابي انقاه من المنقود وانقاه من الزلل وخاف من الغلطات والعقابي لأني خليفة شيخنا حاكم البلد شيخني حلم حق مثل انشابي ولد حمد وابو حمد طيب النبا متبارك حتى على الأجنابي حكم وخلت دار تلعب أدوارها طاعة له رقاب عصاة صعابي مر على كبد العدو حن ظليلة وأحلى من السكر على الأصحابي سوى المصانع والمدارس مع المدن والكل المشروع بنا له بابي أشوف أنا الدوحة تزايد أنوارها كانها هنوف اللي زهت الأسلابي في الوصف كانها غرسة تمت شمرخة تسقى زلال صافي الشرابي ولي عهده قايد الجيش منصبه لا غاب جا في منصبه لا غابي وزير الدفاع وقايد الجيش كله لهيبة من هيبة تنهابي لهيبة ما حد قدر يطاها من جاب يطاها ضربها رعابي شيخ ولد شيخ عريب جده متخير النبيه في الأنسابي عريب جده خال ويضع عمامه من طيبهم حتى ولدهم طابي حر شهر بالمعرفة والشهامة حر تعلى فوق كوره ضابي ولد ابن ثاني صناديد فرس ترخص غوال الروح يوم الحرابي هم درعن الضافي وحم حزم لهم ولا تنفع السلة بدون انصابي البيت ما يبنى بلطن بو عمد والبيت ما يصلح الا بحجابي والبيت لا منك بنيتها فسيسة ما يصلح المبنى بساس خرابي وأجمل تحياتي للشعب الوفي للشعب شبان معاشي يابي قلته وانا من يام مري ونابتي وانوب عن ربعي اللي غيابي واختامها صلوا على من هونا شفيعنا يوم الوفا وحسابي وذكرت ربي يوم قلت المبتدأ واختم بذكر الواحد الوهابي وسلامتكم وسلامة المشاهدين. صح الله لسانك. يقول من هو يبدأ القاف تذكار يبني على نظمه بحسنة عبيره يقول هل لي دارس في كل الأشعار يبني على نظمه بحسنة عبيره يقول هل لي دارس في كل الأشعار يبني على المزمل بيوت شطيرة يالله يا المعبود يا رب الأبشار تفرج لمن قلبه تزايد سعيره من شوه دنيا ينشاف فيها تغيار واليوم ما به من يشوف النكيرة قامت تقلب والزمن سار غدار غدار لو يثقو ثوق قزيرة من عقب ذا تفضيعة يا هل الكار تفضيعة ما هي عليكم قتيرة خطوة الولد يشدي الطير إلى طار صيده جزيلا ما يصيد الصغيرة حر يشهر بالصيد من ماكر أحرار ضربته في جز الحباري خطيرة خطوة الولد يشدل بيه إلى سار مع زود حمله شايل حمل غيره يشيل حمله لو يحمل بقنطار وما الحمله ما تغير مسيره عزل بده ما يكدر على الجار كريم سبله ما يحسبت خسيره أكرم من أجود ولف البيت خطار يذبح لهم لو كان ملحن ظهيرة خطوة الولد يشديك مع عشبة الدار يعجبك خيله وانبخسته الديرة كن بخيل وهو للبد دمار شره قريب ويتمنن بخيره وسط المجالس دائما الدوم هذار الله يقطع من أربوعه بشيره لا هو ينام الليل ولا نام ما ثار وان جاء معه وقت الظهر كن خيرة ان جاء المراجل ما لقي فيه مقدار لا ما فيه لو مثقال حبة شعيرة هذاك ما يسوى بعض ربع دينار خسران من هو رايح أن يستشيره أوصيك بالوالدين تنجى من النار ينجيك ربي يوم قل البصيرة أد الزكاة وحج لنذب تكفار يجعلك ربي وسط ظل وستيرة صل على المختار بالسر وجهار أعداد حصمه وسط بر الجزيرة سلامتكم اللهم صل وسلم على نبينا محمد.